بين التوثيقات يعني اللي نعتبرها مهمة في حياتي في تصوير الحياة البرية بالنسبة لي أنا هو توثيق بعض أنواع الطيور في منطقة الأوراس اللي لأول مرة توثق لافوفيت سارد هذه اللي وثقناها في منطقة متليلي مع الزميل توفيق الموفق. بحثنا في عن طريق بعض المراجع اللي عندنا لقينا أن هذا النوع هذا لأول مرة يكتشف في الجزائر. مرة أخرى ثانية كان نوع من الأفاعي اللي اكتشفته عن طريق الصدفة في منطقة شليا. هذه الأفعى هذه اللي تسمى أفعى لاتاست هذه أو الأفعى الأطلسي أول مرة تصور وتوثق في هذا المكان وهي أفعى نادرة جدا وقليلة الظهور.